اللي ما بيشجعش النادي الاهلي. بص لي كده وقال لي بقول لك يا اسلام انا عايز اسالك سؤال. قلت له اسالني. قبل ما يتم القرار ان جمهور النادي الاهلي يلعب في استاد برج العرب ب 30,000 متفرج. فكان الكلام بقى ان احنا عايزين نفتح المدرجات كلها والكلام ده كله. فسالني طبعا سؤال باصص لي كده من تحت وسالني سؤال قال لي بقول لك ايه؟ هو انتوا يعني لما تاخدوا استاد برج العرب كله ويفتحوا لكم استاد برج العرب كله الجمهور هيروح؟ فطبعا انا بصيت له كده وما ردتش عليه. قلت له انا عندي حلقه النهارده، الكلام ده كان النهارده. قلت له انا عندي حلقه النهارده اتفرج عليها بالليل عشان ارد، عارفين عشان ارد عليه واقول له ايه؟ عايز اقول له ان الماتش ده لو كان في المريخ او لو كان في مكان ما حدش يعرفه غير جمهور النادي الاهلي بس كان هيروح جمهور النادي الاهلي 70 80 مليون. لو في استاد في 70 بياخد 70 80 مليون، لانه هو ده الفرق يا جماعه، هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر في العالم كله مش في مصر بس. النادي الاهلي جمهوره وراه في كل حته، جمهوره وراه في كل حته. اه عايزين نفتح برج العرب عشان لو يشيل 70,000 ال 70,000 هيروحوا، لو راحوا 69,500 يبقى يعني هنبقى نشوف. لو راحوا يعني لو 70 انا ما اعرفش طبعا السعر الرسميه، السعر الرسميه كام؟ لو 50,000 مثلا، احنا دلوقتي القرار الرسمي وبعد اتفاق الجهات الامنيه مع اتحاد كره القدم بعد ما الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كانوا طالبين ان يتم فتح الاستاد كاملا للجمهور وكمان تم تخفيض التذكره ل 10 جنيهات، كان من المفترض ان يبقى الاستاد كله مملي على اخره او كل الاستاد يبقى متاح للجمهور، ولكن الجهات الامنيه وافقت على 30,000 متفرج. اوكي 30,000 متفرج، وانا متاكد ان شاء الله ان شاء الله لو في كمان ضغطه صغيره ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، لان وزاره الداخليه من الوزارات الوطنيه جدا وعارفه يعني ايه النادي الاهلي وتعرف يعني ايه جمهور النادي الاهلي لما هيبقى موجود والاستاد كله متقفل زي ما حضراتكم كده شفتوا في ماتش النجم الساحلي، ها، وزي ما شفتوا في ماتش الزمالك، هيبقى فرق كبير جدا جدا جدا. لكن هل الناس هتروح او مش هتروح؟ انا الحقيقه ما فكرتش في السؤال، يعني انا برضو بصيت له وضحكت، برضو نفس الرد بصيت له وضحكت. قلت له اتفرج بالليل انا هقول لك. لو الماتش ده في المريخ، لو في استاد في المريخ والماتش ده في المريخ جمهور الاهلي هيروح المريخ مش هيروح برج العرب، لو يعني ساعتين والدنيا مش ساقعه، لو الدنيا تلج هيروحوا وهيقعدوا وهيشجعوا فريقهم من اول دقيقه لغايه لما الحكم يصفر، من اول دقيقه لغايه لما الحكم يصفر هيفضلوا ورا فريقهم وهيفضلوا يساندوا فريقهم وهيفضلوا يساندوا فريقهم بس، مش هيعملوا حاجه تانيه. وده اللي هتشوفوه يوم السبت القادم. لو خلاص تم الاتفاق على 30,000 يبقى هيبقى موجود 30,000، لو تم الاتفاق على اكتر هيبقى موجود اكتر. جمهور النادي الاهلي دايما واقف في ظهر النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف الكليب ده.